حسن، هيئة الطوارئ الروسية أعلنت بوقوع انفجار داخل مصنع للبصريات بمدينة سيرغيف باساد التي تقع على مسافة تبعد 100 كيلومتر شمال شرق العاصمة الروسية موسكو. نتيجة هذا الانفجار تم تسجيل 11 إصابة في صفوف المدنيين، وكذلك تسجيل تهشم لزجاج واجهات المباني المحاذية لهذا المبنى. تم إعلان حالة الطوارئ في مدينة سيرغيف باساد وإخلاء المدنيين من داخل المصنع ومحيط هذا المصنع. حاكم المدينة توجه مباشرة إلى مكان الانفجار وأكد وقوع إصابات في صفوف المدينة نتيجة هذا الانفجار الذي وصف بالشديد، في وقت أكدت فيه هيئة التحقيقات الروسية بأنها فتحت تحقيقا حول الأسباب التي أدت إلى هذا الانفجار الضخم داخل مصنع للبصريات في مدينة سيرغيف باساد. هناك بعض الصور التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي الروسية أظهرت حجم كبير لهذا الانفجار. هناك من ربط هذا الانفجار بالهجمات التي تقوم بها أوكرانيا باستعمال الطائرات المسيرة، على الرغم من أن السلطات الرسمية في روسيا حتى هذه اللحظات لم تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الانفجار الذي وقع في مصنع للبصريات في مدينة سيرغيف باساد. يتزامن هذا حسن مع تأكيد السلطات هنا في موسكو بأنها سجلت صباح اليوم بالضبط في الساعة 3 صباحا هجمات من طرف الجانب الأوكراني باستعمال طائرتين مسيرتين. هذا ما أكده عمدة مدينة موسكو سيرغي صبيانين، وما أكدته أيضا وزارة الدفاع الروسية التي أفادت بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية في موسكو تمكنت من تدمير طائرتين مسيرتين، وواصفة هذا الهجوم الأوكراني بأنه عمل إرهابي الهدف منه هو ترويع السكان في العاصمة الروسية موسكو. نعم، ابقى معنا يوسف واذهب الى ثائر عمرو في كييف للتعرف ايضا على اخر التطورات الميدانية لديه. تفضل ثائر. حسن، حسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية التي تشير إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تتقدم في المحور الجنوبي وأن القوات الروسية تهاجم في المحور الشرقي في البلاد، وأعنف المعارك والعمليات القتالية التي تدور بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في المحور الشمالي هي في حقيقة الأمر تتركز في محور كوبيانسك وفي محور ليمن، حيث تدور هناك أعنف المعارك وتحاول القوات الأوكرانية بشتى الوسائل من التصدي إلى الهجوم الروسي أو الهجوم للقوات الروسية الكثيف في هذا المحور. في ذات الإطار كانت هناك زيارة لقائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي تحديدا إلى محور كوبيانسك، التقى في بعض القادة العسكريين في هذا المحور واطلع على مسار العمليات القتالية، وأشار سيرسكي إلى صعوبة الوضع في هذا المحور ويجب على العمل على بعض الخطط وبعض التغيرات في هذه الجبهة بطريقة أفضل من أجل منع تقدم القوات الروسية في هذا المحور. العمليات أيضا هي تستمر في جنوب مدينة باخموت في ظل محاولات متواصلة من قبل القوات الروسية في إعادة بسط السيطرة على بعض المواقع التي فقدت السيطرة عليها منذ انطلاق العملية العسكرية الأوكرانية المضادة منذ ما يقارب شهرين في جنوبي هذه المدينة. وزارة الدفاع الأوكرانية أشارت إلى أنها في خضم 24 ساعة الماضية تصدت إلى أكثر من 30 هجوما من قبل القوات الروسية، وسدد الطيران الحربي الروسي ما يقارب 10 هجمات ضد تمركز القوات الروسية وانتشارها في أطول الجبهة الجنوبية والجبهة الشرقية. ابقى معنا ثائر عمرو مراسل غد في العاصمة الأوكرانية كييف، وهذه مشاهدينا لقطات أولية لحادث الانفجار الذي وقع قبل قليل في مصنع للبصريات في مدينة سيرغيف باساد الروسية والتي تبعد 100 كيلو متر شمال شرق العاصمة موسكو، كما أفادنا يوسف بيجار مراسل الغد قبل قليل.
أعود إليك مرة أخرى يوسف، ويعني هناك خبر بأن الرئيس فلاديمير بوتين أحال مشروع قانون إلى مجلس الدوما يتيح لبلاده عدم إبلاغ مجلس أوروبا والأمم المتحدة بإعلان حالة الطوارئ. ملابسات هذا المشروع وما يدور حوله من الناحية السياسية. حسن، عادة إذا ما يحيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مشروع لمجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي، غالبا هذه المشاريع والقوانين تحظى بتصويت وبأغلبية من طرف مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي. هذا المشروع أو مشروع القرار ينص بأن روسيا تمتلك الحق في عدم التعاون وإبلاغ هيئة الأمم المتحدة ومجلس أوروبا بالأحكام العرفية أو هيئة أو حالة الطوارئ المعلنة في روسيا، أو فيما أرادت روسيا إعلان الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ في البلاد. بعض الخبراء قرأوا في مشروع هذا القرار بأنه ربما قد يمهد للسلطات الروسية وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ في عموم البلاد، خاصة وأن الجانب الأوكراني ربما نجح نوعا ما في نقل الأعمال القتالية إلى الأراضي الروسية عن طريق استعمال الطائرات المسيرة التي استهدفت من خلالها أوكرانيا عددا من المدن الروسية بما فيها العاصمة الروسية موسكو. هذا القرار في حالة ما إذا حصل على أغلبية أو أصوات أغلبية مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي، يعطي الحق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان حالة الطوارئ في البلاد دون إبلاغ هيئة الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، ما يعطي أفضلية للجانب الروسي على الأقل لتسيير الأوضاع داخل البلاد. نعم. خاصة ما تعلق بالشق الاقتصادي والأمني. طيب، أعود مرة أخرى إلى ثائر عمرو والحديث عن إمداد أوكرانيا بدبابات ليوبارد مستعملة من قبل دولة أوروبية لم تسميها الأخبار. ماذا عن هذا الإمداد، وماذا أيضا عن تدريب الطيارين الأوكرانيين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام طائرات F-16؟ بالفعل حسن، بما يتعلق بدبابات ليوبارد 1 التي سوف تقدم إلى كييف، مجموع هذه الدبابات بحسب ما أشارت إليه بعض المصادر الغربية هي 50 دبابة قد تؤخذ أو تسلمها بلغاريا إلى إحدى الشركات، ولم يتم تحديد ربما الشركات أو حتى الدولة التي تقف وراء هذه الصفقة، لكن ما تم تأكيده أن هذه الدبابات سوف تنطلق أو انطلقت بالفعل إلى كل من ألمانيا وحتى إيطاليا من أجل إجراء بعض التصليحات والتعديلات على هذه الدبابات بسبب أنها دبابات قديمة، وكانت بلغاريا قد تخلت عن هذه الدبابات في وقت سابق وقامت باستبدالها ببعض المدرعات الخفيفة. لكن أشارت هذه التقارير أن ربما هذه عملية توصيل هذه الدبابات إلى أوكرانيا أو الإصلاح قد يستغرق عدة أسابيع. بما يتعلق بملف طائرات F-16، في ظل إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لتدريب الطيارين الأوكرانيين، أشار المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إغنات بأن عملية التدريب على هذه الطائرات أو الجنود الأوكرانيين الطيارين هم جاهزون وينتظرون أيضا ضوءا أخضرا من الدول الشركاء الغربيين الذين سوف يتلقون هناك تدريبات، وأشار أيضا إلى أن هذه التدريبات ربما تبدأ في نهاية هذا الصيف.